السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلبه وطلبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقه جديده. ومعكم مستر صبري ياسين، وهذه قناه سوشيال ويستيب، قناه الشباب المتميز. والحلقه دي ان شاء الله هنشتغل مع بعض تمارين الجزء الثاني من الوحده الثانيه، تمارين الدرس الثالث والرابع على الفوكابولري، يعني الكلمات. يا ريت على ما يخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو مع زملائك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتس والتليجرام. لو دي اول مره تشوف القناه يشرفني اشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بالحلقات الجايه ان شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مره تانية، ويلا بينا نبدا. بسم الله. واول سؤال عندي بيقول choose the correct answer. number 1 the right of the woman as a homemaker no longer exists, she now holds key positions around the world. الإجابة هتكون stereotype. stereotype معناها صورة نمطية، والجملة معناها الصورة النمطية بتاعت المرأة كربة منزل لم تعد موجودة، هي الآن تشغل مناصب هامة. كي هنا صفة معناها هامة أو رئيسية، وبوزيشنز هنا معناها مناصب أو وظائف، وهولد هنا فعل معناه تشغل. بتشغل مناصب أو وظائف هامة around the world، حول العالم. كلمة ستيريو اللي هو الصوت المجسم، اللي هو بيكون عبارة عن سماعتين مع بعض، يعني مش سماعة واحدة. location دي معناها موقع مستخدم لغرض محدد أو موقع لحدوث شيء مهم. site دي برضو معناها موقع، زي ما يكون موقع موقع عمل أو موقع بناء، وبتيجي برضو بموقع على الإنترنت. في بعض كلمات عايزين نقول عليها كده ملحوظة على السريع. كلمة key، طبعا كلكم حافظين ان كلمة key معناها مفتاح، ماشي، ده معناها لما بتكون اسم. طب ينفع تيجي صفة؟ ايوه تيجي، ينفع تيجي صفة. كلمة key لو جت صفة adjective بيكون معناها رئيسي او هام. بتيجي فعل؟ ايوه ممكن تيجي فعل، وتاخد مثلا حرف الجر ان. key ان ده فعل معناه اكتب او ادخل. يعني لو حطيناها في سياق عشان يوضح المعنى ده، زي لو قلت مثلا key in your password، يعني دخل الباسورد بتاعك، اكتب الباسورد بتاعك عشان تعرف تدخل على الحساب بتاعك. طيب كمان كلمة holds. كلمة holds دي يا جماعة عليها معاني كتير. hold ممكن تيجي بمعنى يشغل، او ينتظر على تليفون، او يجري حفلة او اجتماع، او يمسك او يثبت او يحجز او يحتجز او يستوعب. كل دي بالمعاني كلمات hold لو جت فعل بس. طب ممكن تيجي اسم؟ ممكن تيجي اسم بيكون معناها عنبر في سفينة او طائرة، ولها معنى كمان لما بتيجي اسم، ممكن يكون معناها قبضة او مسكة او سيطرة. ده معنيها لو جت اسم. ننتقل للسؤال رقم 2. A rule what is a person looked up to by others as an example to be imitated. الإجابة هتكون كلمة role model اللي هو معناها مثل أعلى أو قدوة حسنة، والجملة معناها إن المثل الأعلى بيكون شخص ينظر إليه باحترام بواسطة الآخرين كمثال يجب أن يحتذى به. ميدل يعني ميدالية. كلمة ميدل يعني منتصف. وكلمة موديول معناها وحدة تشكل جزءا من كل. يعني على سبيل المثال احنا في يونت 2 دلوقتي في الكتاب، يونت 2 دي ممكن اقول عليها موديول 2، وفي بعض الكتب بتعمل كده. نمبر 3 you must work harder this training is necessary to not as a nurse. الإجابة هتكون qualify. qualify يعني يتأهل، ومعها as يبقى ك، يتأهل ك ممرض او ممرضة. الجملة معناها يجب ان تعمل بجد اكثر، هذا التمرين او التدريب ضروري لكي تتأهل كممرض. كلمة ديفاي معناها يستعصي على او يتحدى. كلمة سبيسيفاي معناها يعين او يحدد. وكلمة امبليفاي معناها يكبر او
يظهر التفاصيل يعني يفصل. وفي كلمة اسمها amplifier، بحاول الواي ده الاي مضاف اي ار، amplifier معناها مكبر او مضخم للصوت يعني. Number 4 A or A not is an expert in the interactions of matter and energy in the physical universe. الإجابة هتكون كلمة physicist اللي معناها فيزيائي، والجملة معناها ان الفيزيائي هو شخص خبير في تفاعلات المادة، كلمة matter هنا معناها المادة، والطاقة في العالم الفيزيائي. كلمة psychologist معناها عالم نفس، مشتقة من كلمة psychology اللي معناها علم النفس. archaeologist عالم آثار، وكلمة socialist معناها عالم اجتماع، مشتقة من كلمة اسمها sociology اللي هو علم الايه، علم الاجتماع. Number 5 There shouldn't be not against people of different cultures. الإجابة هتكون كلمة prejudice. prejudice معناها تحيز أو تعصب، والجملة معناها ينبغي أن لا يوجد هناك تحيز ضد الناس من الثقافات المختلفة. clarity معناها وضوح، equality معناها مساواة، وعكسها inequality بحط قبلها in، justice معناها العدالة وعكسها injustice اللي هو الظلم. انتقل للمسألة اللي بعد كده. Number 6 The major not to achieving that project is money. There aren't enough funds. الإجابة هتكون كلمة obstacle اللي معناها عقبة، والجملة معناها العقبة الرئيسية لتنفيذ هذا المشروع أو لتحقيق أو لإنجاز هذا المشروع هي المال. لا يوجد، طبعا كلمة funds هنا معناها رصيد، لما كلمة funds لما بتبقى جل معناها رصيد، وإلا بتيجي مفرد، لما بتيجي مفرد بيكون معناها صندوق تمويل، بتيجي جمع كده بالشكل ده بيكون معناها رصيد. بيقول لا يوجد رصيد كافي. circle معناها دائرة، ومريت معناها ميزة، وكلمة cause معناها سبب. Number 7 In underdeveloped countries illiteracy but lack of national awareness there. الإجابة هتكون كلمة reflect، فعل معناها يعكس أو يتأمل، هنا معناها يعكس، والجملة معناها في الدول النامية وتحت النامية كمان. illiteracy الجهل أو الأمية بيعكس نقص الوعي القومي هناك. infects فعل معناه يعدي، respects فعل معناه يحترم، suspects فعل معناه يشك فيه. Number 8 Some private universities not students in terms of their GPAs. الإجابة هتكون كلمة rank. rank فعل معناه يصنف أو يضع في رتبة أو مرتبة أو يعتبر. عشان نقول معنى الجملة بس نعرف يعني ايه كلمة GPA. ال GPA يختصر لكلمة اسمها grade point average. يعني ايه grade point average؟ grade point average معناها معدل درجات الطالب خلال فترة زمنية محددة، وده بيكون موجود في نظام التعليم الامريكي. الجملة بقى معناها بيقول ايه؟ بيقول بعض الجامعات الخاصة بتصنف او بتضع الطلاب في رتب معينة وفقا لدرجاتهم في الجي بي اي، اللي هو ايه زي ما احنا قلنا معناها كده، معدل درجات الطالب في فترة زمنية محددة او معينة. كلمة ريسك فعل معناه يخاطر، او بتيجي اسم معناها مخاطرة. اراوز فعل معناه يثير، وكلمة رايز دي معناها يشرق او يرتفع او ينهض من الفراش يعني. Number 9 The problem is difficult but I am doing my best to not it. الإجابة هتكون كلمة overcome، وده فعل معناه يتغلب على او يهزم، وجملة معناها المشكلة صعبة لكن انا سوف ابذل قصارى جهدي. doing my best سوف ابذل، تعبير ده معناه يبذل قصارى جهد، سوف ابذل ما في وسعي لكي اتغلب عليها. واني يفوز جيم اكتسب شيء معنوي. think فعل معناه اعتقد او يفكر. number 10
Diana Farooq has not medals in four different countries. الإجابة هتكون كلمة one، لأن أنا عندي one اللي معناها فوز بميدالية. قلنا معناها جوانا فاروق فازت بميداليات أو بميداليات في أربع دول مختلفة. طبعا معاني الكلمات دي قلناها موجودة فوق، وده التصريف التاني منها، ولكن فعل بيت منتفع اللي معناه يهزم، وده التصريف التالت منه. Number 11. There is a not increase in online sales, especially during coronavirus pandemic. People prefer online shopping to avoid infection. الإجابة هتكون كلمة significant، اللي هي صفة معناها هام أو له مغزى أو ذو مغزى، والجملة معناها يوجد زيادة ملحوظة في المبيعات الإنترنت، مبيعات على الانترنت يعني اللي هو الاونلاين شوبينج، وبخاصة اثناء جائحة الكورونا الناس تفضل التسوق عبر الانترنت لكي تتجنب العدوى. هيزيتنت يعني متردد. تريفيال صفة معناها تافه او ضئيل، وماينر صفة معناها ضئيل او ثانوي او فرعي. نمبر 12. We should avoid negative نقط regarding the role of women in society. الإجابة هتكون كلمة stereotypes، اللي هي الصورة النمطية، والجمل له معناها نحن ينبغي أن نتجنب الصورة النمطية السلبية فيما يتعلق ب، اللي هو كلمة regarding حرف جر معناها فيما يتعلق ب دور المرأة في المجتمع أو دور النساء في المجتمع. Touch type نوع اللمسة. Blood types فصائل الدم، وتايبس معناها انواع او فصائل. نمبر 13. محمد صلاح is a role model for millions of young people in Egypt. الاجابة هتكون كلمة model، role model زي ما قلنا معناها مثل اعلى بقدوة حسنة، وقلنا معناها محمد صلاح مثل اعلى لملايين الشباب في مصر. ميدل يعني ميدالية، وميدل يعني منتصف او وسط، وكلمة ميدل ده فعل معناه يتدخل فيما لا يعنيه او يعبث بحوائج غيره، يعني واحد صايب حاجة كده ففي حد يجي يفضل يقلب فيها ويدعبس فيها. يعني مثلا ممكن نحطها في جملة، ممكن نقول somebody has been meddling with the papers on my desk. يعني يعني شخص ما يعبس او بيدعبس يعني في الورق اللي على المكتب بتاعي. الجملة اللي بعدها نمبر 14. The final lot of the championship was cancelled due to a thunderstorm. الإجابة هتكون كلمة round، وround هنا طبعا هي بتمشي صفة معناها مستدير، وبتمشي noun معناها جولة، والجملة معناها الجولة الأخيرة في البطولة تم إلغائها بسبب عاصفة رعدية. ground يعني الأرض. bound فعل معناه يكسر، أو ممكن تاخد حرف الجر وز يبقى معناها يزخر بي، يعني حاجة موجودة بكسرة في مكان معين. ممكن برضو نحطها في جملة على السريع، بيقول animals abound in forests. يعني ايه الجملة دي؟ يعني الحيوانات تكثر في الغابات. كلمة around حرف جر معناه حول. Number 15. A lot of women still face not in the workplace and this should stop. الإجابة هتكون كلمة prejudice اللي معناها تحيز، والجملة معناها كثير من النساء لا زلنا يواجهن التحيز في مكان العمل، وهذا ينبغي أن يتوقف. service يعني خدمة، practice يعني تمرين، وjustice معناها العدل. Number 16. The new TV show received a big nod from viewers. الإجابة تكون كلمة reaction. reaction معناها رد فعل، والجملة معناها العرض الإخباري التلفزيوني الجديد، أو العرض التلفزيوني الجديد، مفيش هنا إخبار أنا آسف، العرض التلفزيوني الجديد تلقى رد فعل كبير من المشاهدين. دايركشن معناها اتجاه،
وكلمة فيكشن معناها خيال وأكشن معناها حركة أو تصرف. المسألة اللي بعدها when did that happen؟ متى حدث هذا؟ الشخص بيتكلم يعني قال له oh it was a lot ago. السؤال ده ممكن يحير كتير من الطلبة. الإجابة هتكون كلمة a while ago. كلمة while حافظينها معناها بيننا، لكن هي بتيجي ناون معناها برهة. يعني ايه برهة؟ يعني فترة قصيرة. بيقول له ومتى حدث هذا؟ قال له منذ، طبعا اجو يعني منذ، وبيجي قبلها المدة الزمنية، منذ فترة قصيرة. طيب اور دي ما كانتش تنفع؟ لا ما كانتش تنفع، عشان نبص قبلها لو كان هنا ان اور اجو كانت تنفع. طب كلمة long ما تنفعش؟ تنفع لو كنا شلنا ده اهي، يعني لو كانت it was long ago، وطبعا long ago معناها منذ وقت طويل، كانت تنفع، بس طبعا وجود الآن مش هتنفع. طب ينفع اخد مع long؟ تنفع لو حطينا معها كلمة time، بقت a long time ago، كانت تنفع. طب كلمة time لوحدها كده ما تنفعش؟ قلنا لا ما تنفعش، لازم نحط قبلها a long time ago، وينفع كمان a short time ago. Number 18 she was not among the 25 most powerful business women in the world. الإجابة هتكون كلمة ranked. ranked بيقولنا معناها يصنف أو يعتبر أو يحتل مرتبة معينة، والجملة معناها هي بتصنف بين أقوى 25 امرأة شغالة بزنس مان، امرأة في مجال الأعمال يعني في العالم. handed معناها يسلم. blended معناها يمزج او يندمج او ينسجم، وكلمة linked فيها معناها يصل او يربط بينه. number 19 these statistics brought a change in people's spending habits. الاجابة هتكون كلمة reflect اللي هو فعل معناها يعكس، والجملة معناها هذه الاحصائيات بتعكس تغير في عادات الانفاق بتاعت الناس. elect فعل معناها ينتخب، وكلمة collect فعل معناه يجمع، وكلمة select فعل معناه يختار أو يحدد. number 20 the school organized a chess night where students competed against each other. الإجابة هتكون كلمة tournament اللي معناها دوري أو بطولة أو مسابقة مجمعة، والجملة معناها إن المدرسة نظمت بطولة في الشطرنج حيث الطلاب يتنافسون ضد بعضهم البعض. كورت معناها ملعب او محكمة، طبعا ملعب زي ملعب تنس كده مش ملعب كرة قدم. ريفري معناها حكم، وكلمة سكولرشيب معناها منحة دراسية. number 21 ميار شريف's great achievement in the Australian Open has helped to raise the sport of tennis in Egypt. الإجابة هتكون كلمة profile اللي معناها وضع أو ظهور أو بروز في المجتمع، بروز في المجتمع أو ملف تعريفي أو ملف شخصي، والجملة معناها إن الإنجاز الكبير بتاع ميار شريف في بطولة التنس اللي هي المفتوحة رفع أو ساعد في رفع مستوى مصر في عالم التنس في مصر، في رفع الملف بتاع التنس في مصر. يعني ميل دي اللي هي مسافة ميل، الميل بيساوي لو حد فيكم عارف 1600 كيلومتر. ستايل معناها اسلوب، وكلمة فايل دي معناها لها معاني كتير. كلمة فايل دي جت في اول تشابتر، في اول فصل في الوحدة بتاعت في اول فصل في القصة للأسف بتاعت Great Expectations، كان معناها ملف، بتيجي بمعنى ملف، وبتجي فعل معناها يصنف ملفات او يصنف في ملفات او الى ملفات، وبتجي فعل معناها مبرد، يعني اصلا بتجي اسم معناها مبرد زي ما جت في القصة، او يبرد فعل معناها يبرد، وكمان بتجي ناون بمعنى صف او يسير في صف. ثلاث معاني مختلفة للكلمة دي. number 22 اسماء shouted but Abdul not that he hadn't heard her. الإجابة هتكون كلمة pretended فعل معناه يتظاهر بي، والجملة معناها أسماء صاحت صرخت
نادت بصوت عالي يعني، لكن عبده تظاهر أنه لم يسمعها. ended معناها ينتهي، intended فعل معناه ينوي، attended فعل معناه يحضر. number 23 Egypt's women's night is celebrated on March 16th. طبعا Egypt Women's Day اللي هو يوم المرأة في مصر، أو يوم المرأة يعني المصري يعني، يحتفل به في 16 من شهر مارس. month يعني شهر، year يعني عام، week يعني أسبوع. number 24 The woman was so talkative that she didn't even wait for breath. الإجابة هتكون كلمة pause اللي هو فعل معناه يتوقف مؤقتا، والجملة معناها المرأة صرصارة جدا، talkative يعني صرصارة، صرصارة يعني رغاية يعني، صرصارة جدا لدرجة انها مش قادرة حتى even حتى تتوقف عشان تاخد نفس. speak يعني يتحدث، breeze يعني نسيم او فعل معناه ينساب كالنسيم، وكلمة boast معناها يتباهى او يتبجح او يتفاخر. number 25 مصطفى denies that he is not against women. اللي جابها كلمة prejudiced اللي هو معناها ينحاز، هنا جاي فعل، لا انا اسف، جاي صفة معناها منحاز، والجملة معناها مصطفى ينكر انه متحيز ضد النساء. objective صفة معناها موضوعي، impartial صفة معناها موضوعي برضو، وكلمة complained فعل معناها يشتكي، وده التصرف التاني منه. number 26 he is a great scientist, he has received worldwide مؤت and many honors. نجيب كلمة recognition. recognition هنا جاية في الجملة معناها تقديرا او ادراكا لخدماته، تقديرا لخدمات شخص. الجملة معناها طبعا لها معاني تانية، كلمة recognition بتيجي بمعنى تعرف على، وبتيجي بمعنى ادراك، لانه مشتقة من فعل اسمه recognize اللي معناه يتعرف على. الجملة معناها هو عالم عظيم، تلقى هذا العالم يعني تقديرا على خدماته، تلقى تكريما عالميا، وبرضه اونرز دي معناها تكريمات، تكريمات كثيرة وتقديرات كثيرة لخدماته حول العالم. رياكشن معناها رد فعل، او دي ريكرييشن اعادة خلق، انا اسف، اعادة تصنيع او اعادة خلق، ريكرييشن. رياليزيشن معناها ادراك، وكلمة ريدكشن دي معناها تخفيض او انخفاض او تقليل. number 27 STEM is an abbreviation for نقط technology, engineering and math. اللي هو يقصد الحروف دي الاس دي بتاعت كلمة، هتكون بتاعت كلمة science اللي معناها العلوم، والتي ده هي بتاعت كلمة technology، والاي بتاعت كلمة engineering، والام بتاعت math. طبعا technology تكنولوجيا، engineering الهندسة، وماث الرياضيات. sociology يعني علم الاجتماع، statistics علم الاحصاء، psychology علم النفس. number 28 you can't not as a doctor unless you study medicine at university. الإجابة هتكون كلمة qualify اللي فعل معناها يتأهل، يعني يحصل على مؤهل يعني، والجملة معناها أنت لم تقدر على أن تتأهل كطبيب إلا إذا درست الطب في الجامعة. purify فعل معناها يطهر، operate فعل معناها يعمل أو يدير أو يشغل، وكلمة employ فعل معناه يوظف. number 29 a lack of qualifications can be a major نقطة to finding a job. اللي جابها هتكون كلمة obstacle، obstacle noun اسم يعني معناها عقبة، والجملة معناها نقص المؤهلات يمكن ان يكون عقبة رئيسية في الحصول على وظيفة. technique يعني اسلوب، alternative معناها بديل، particle معناها جزيء او جزيئة او ذرة، وبرضو ممكن تيجي بمعنى اداة في الجرامر يعني او في القواعد، زي حروف الجر كده بنقول عليها particle. number 30 I can recognize my brother's handwriting easily, it is not. الجملة هتكون كلمة it's unique يعني فريد من نوعه، او يعني ملوش شبيه او نظير. الجملة
قبل ما انا استطيع ان اتعرف على خط الايد بتاع اخويا بسهولة، لانه فريد من نوعه، ملوش شبيه او نظير. فونك دي معناها متعلق بالصوتيات، بتساوي كلمة فوناتك برضو معناها متعلق بالصوتيات. private معناها خاص، obscure معناها غامض او مبهم. طبعا ما ينفعش يقول نقول غامض او مبهم، لان في الحالة دي مش يعني ازاي هو مبهم وعرفت ان هو خط اخوك، او غامض ازاي عرفت ان هو خط اخوك، مش هتفهم، مش هتعرف، مش هتنفع قصدي. number 31 I don't know whether or not this medicine is valid so I need to consult an OT. اللي جابها تكون كلمة pharmacist اللي معناها صيدلي. الجملة معناها انا لا اعرف سواء هذا الدواء صالح ام لا. whether or not معناها سواء او لا، valid دي يعني صالح، اللي هو صلاحيته لسه موجودة يعني. لذلك احتاج او اريد ان استشير، consult استشير صيدلي. patient يعني مريض. ambulance سيارة اسعاف. excellent chemist كلمة chemist معناها كيميائي، وبتيجي بمعنى صيدلي. واحد يقول طب ليه ما تنفعش في الجملة بتاعتنا؟ ولو عشان دهي، وكلمة excellent بتبدأ بحرف متحرك او بصوت متحرك، فلو كانت ان كانت تنفع. number 32 my dad helped me to lock my phobia about exams now I have no worry about it. الإجابة هتكون كلمة overcome، وفعل معناه يتغلب على، والجملة معناها أبي ساعدني في التغلب على خوفي أو هلعي من الامتحانات، الآن ليس لدي قلق منها. overdosed معناها يتلقى جرعة زائدة من دواء يعني أو من شيء. win معناها يفوز. وكلمة develop معناها يطور أو ينمي أو يتطور أو ينمو. number 33 unluckily they were defeated in the not game. اللي جابها تكون كلمة opening game معناها المباراة الافتتاحية، والجملة معناها لسوء الحظ هزموا في المباراة الافتتاحية. open فعل معناها يفتح، او صفة معناها مفتوح. open ده التصريف الثاني. openly ده ظرف معناها علنا او على المكشوف. number 34 the country with the highest number of not doctors is Latvia. اللي جابها هتكون كلمة women اللي معناها نساء، women يعني امرأة، وكلمة number of بيجي بعدها اسم جمع. ده ما تنفعش عشان ده اسم مفرد مضاف اليه اسم ملكية، وكذلك الامر في الاجابة الاخيرة. الجملة معناها الدولة التي بها اكبر عدد من النساء الطبيبات هي لاتفيا، اكبر دولة فيها دكاترة ستات يعني. number 40 هاجر applied for an opt to study abroad for free and broaden his horizon. المفروض ده هتبقى هير، عشان نقول هاجر اللي هي اسم بنت، المفروض ايه هير هورايزنز. الاجابه هتكون كلمه scholarship يعني منحه دراسيه، والجمله معناها ان هاجر تقدمت للحصول على منحه عشان تدرس بالخارج مجانا، فور فري يعني مجانا، وتوسع افاقها. سكولر يعني باحث دراسي، وتشامبيون شيب يعني بطوله، وليكتشر يعني محاضر زي ما يكون استاذ في الجامعه كده يعني. number 41 هدى pushed her little sister on the nut making her giggle with joy. الاجابه هتكون كلمه swing. swing معناها ارجوحه، مرجحه يعني. الجملة معناها هدى دفعت او كانت بتزق يعني اختها الصغيرة على المرجيحة، وكانت تجعلها making her تجعلها giggle معناها تقهقه، وبتجي نون بمعنى قهقها برضو، بس هي هنا معناها فعل، وكانت تجعلها تقهقه من الفرح والسعادة. كلمة symbol معناها رمز. كلمة string معناها خيط او وتر، ولو خدت حرف الجر of string of معناها سلسلة من، يعني سلسلة من الأحداث أو سلسلة من التغير من التغيرات وكده يعني. spring طبعا أشهر معنى ليها كلمة الربيع، طبعا كلكم حافظين المعنى ده. برضو بتجي اسم بمعاني أخرى زي كلمة ينبوع ماء، أو الزنبرك اللي هو زي اللي انتوا بتاخدوه في الفيزياء ده. واللي هنا اللي عايز أقوله دلوقتي إنها ممكن تاخد حرف الجر from spring from، بتبقى فعل معناه ينشأ
عن او ينتج عن، يعني هي هنا فعل spring from ينشأ عن او ينتج عن. Number 42 families often chose to live in the نقط for its safe and family friendly atmosphere. الإجابة هتكون كلمة suburb. suburb معناها الضاحية. طبعا مش واضح عندي في الكتاب النسخة اللي معايا الكلمة اللي في الأخيرة دي، مش عارف إذا كانت neighbor ولا neighborhood ولا إيه. كلمة superb دي معناها فائق أو ممتاز أو رائع. خدوا بالكم في اختلاف في النطق، دي اسمها superb دي اسمها suburb اللي احنا اخترناها. citizen معناها مواطن. الجملة معناها الأسر غالبا تختار أن تعيش في suburb. يعني suburb الضحية. يعني الضحية الضحية اللي هي المنطقة اللي بتكون موجودة على أطراف المدن، يعني ما بتكونش متركزة في منتصف أو وسط البلد لأن دي بتكون زحمة ودوشة. فالجزء بقى اللي هو بيكون بره ده حوالين مركز المدينة أو وسط المدينة بيتقال عليه suburb. بيقول الناس بتفضل إنها تعيش في suburb ليه بقى؟ لجوها اتموسفير، للجو الأسري والآمن بتاعها. كلمة نيبر لو دي الكلمة اللي مش واضحة بالنسبة لي، لو كانت كلمة نيبرهود، نيبرهود معناها جزء محدد من المدينة، جزء محدد من المدينة. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون في نص المدينة او يكون في الاطراف بتاعتها او في اي مكان. وكمان بتطلق على الناس المحيطين بك في السكن اللي انت عايش فيه. نمبر 43 the coach praised the team for their teamwork that led to the knockout. اللي جابها كلمة victory. victory معناها انتصار. والجملة معناها ان المدرب مدح الفريق او اثنى على الفريق بسبب العمل الجماعي الذي ادى الى الانتصار. loss معناها خسارة او هزيمة او فقدان برضو تمشي. innovatory نفس معنى كلمة innovative. innovative صفة معناها ابداعي او تجديدي. observatory دي معناها مرصد فلكي. ننتقل لصفحة 93. بيقول exercises on vocabulary study. choose the correct answer. number 1 traffic regulations vary not from country to country. الإجابة هتكون كلمة significantly وده adverb ظرف حال يعني معناه بشكل ملحوظ. طبعا أنا عندي فعل معناه يدل على أو يبين، وعندي significance معناها أهمية أو دلالة اللي هي نون يعني، وsignificant عندي صفة معناها بارز او هام او ملحوظ. طب ليه انا خدت الادفرب؟ عشان عندي فعل اهو vary، فعل معناه يختلف، وانا عندي الظرف بيوصف الفعل. الجمله معناها قواعد المرور تختلف بشكل ملحوظ من دوله لدوله. number 2 is the science concerned with the properties of matter and energy. ده الديفينيشن بتاع physics اللي هي علم الفيزياء. بيقول هو العلم الذي يهتم او يختص بخواص المادة والطاقة. physicist وphysician كلمتين دول ممكن يربطوا. كلمة physician معناها طبيب وكلمة physicist معناها فيزيائي. وكلمة physical معناها بدني او جسماني. المسألة اللي بعدها رقم 3 number 3 يعني the most not thing about him was that he earned millions of dollars. اللي جاء بعد تكون كلمة surprising اللي هو معناها مدهش. والجملة معناها الشيء الأكثر إدهاشا حوله هو إنه كسب ملايين الدولارات، أو يعني حقق من شغله يعني ملايين الدولارات، مش من خلال مسابقة ولا حاجة، لأن إيرن معناها يكسب قوته يوما من خلال شغله وكده وتعبه. surprise فعل معناها مدهش وبتيجي برضو بمعنى مفاجأة. surprised معناها مندهش. surprising دي معناها من المثير للدهشة. طبعا انا هنا محتاج صفة طويلة المقطع. number طبعا مش هينفع اختار surprised وهي برضو صفة طويلة المقطع، ولكن لان المندهش دي بتعود على الانسان مش بتعود على الثينك اللي هو الشيء. number 4 this player has not a huge contribution to our club. اللي جابها تكون كلمة made لانها كلمة contribution تاخد الفعل make. والجملة معناها هذا اللاعب كان له او اضاف يعني اسهام كبير للنادي بتاعنا. number 5 this natural fuel can be used to light electricity.
تنفع ميك، تنفع جنريت، تنفع بروديوس، يصنع كهرباء، يولد كهرباء، ينتج كهرباء. كل ده معاني صحيحة او كولوكيشن صحيحة، افعال صحيحة ممكن تيجي مع كلمة الكتريستي. فالاجابة هتكون A, B and C. والجملة معناها ان هذا الوقود الطبيعي يمكن ان يستخدم لانتاج الكهرباء. Number 6 نقط الميدل at the Olympic Games requires very hard work. الاجابة هتكون كلمة winning. هي هنا noun معناها الفوز، والجملة معناها الفوز بميدالية في دورة الالعاب الاولمبية يتطلب عمل شاق جدا. gaining بتكون معناها اكتساب اشياء معنوية. ابن جملة معناها يكسب قوت يومي. beating معناها انك تهزم حد. number 7 the graph نقط how crime has increased over the last 3 decades. الاجابة هتكون كلمة shows. والجملة معناها ان المخطط البياني بيوضح كيف ازدادت الجريمة خلال العقود الثلاثة الماضية. does طبعا يفعل. wonders دي فعل معناها يتساءل او يتعجب. ده لو جت فعل. ولو جت نون بيكون معناها عجوبة او استغراب، زي كلمة اسمها 7 wonders of the world يعني عجائب العالم السبعة. appears فعل معناها يظهر. number 8 a good teacher should not eye contact with his students during lessons. الإجابة هتكون كلمة make لأنها بتيجي مع eye contact. والجملة معناها ان المدرس الجيد ينبغي ان يكون يعمل حاجة اسمها تواصل بالعين مع الطلاب بطرق اثناء الحصص. المسألة اللي بعدها number 9 what questions did the journalists نقط. الإجابة هتكون كلمة raise. raise questions معناها يطرح اسئلة، والجملة معناها ما الاسئلة التي طرحها الصحفي. rise فعل معناه يرتفع او ينهض او تشرق لو انت بتتكلم عن الشمس يعني. arise ده فعل معناه ينشأ. وكلمة arouse فعل معناه يثير. يعني ايه يثير؟ يعني يتسبب في إثارة رد فعل معين عند الناس. لو حطيناه في جملة عشان يوضح معنى، لو قلت مثلا على سبيل المثال his actions have aroused a lot of criticism. يعني أفعاله أثارت كثيرا من الانتقادات. number 10 the manager wrote a speech on how to increase our productivity. الإجابة هتكون كلمة made اللي هي من make a speech يعني الخطاب. الجملة معناها المدير ألقى خطاب عن كيف نرفع أو نزيد الإنتاجية. addressed فعل معناه يخاطب. spoke فعل معناه يتحدث. وكلمة performed فعل معناه يؤدي. number 11 my uncle qualified as a doctor in 2005. الإجابة هتكون كلمة as. والجملة معناها ان عمي او خالي تأهل كطبيب سنة 2005. like ما تنفعش. طبعا like بتيجي حرف غير معناها مثله، وفعل معناها يحب. such as برضو معناها مثله. وbeing هنا ما تنفعش. number 12 these toys are not suitable for children under 5. الإجابة كلمة suitable بتيجي حرف غير 4. والجملة معناها هذه الألعاب ليست مناسبة أو ملائمة للأطفال أقل من 5 سنين. number 13 a few people specialized in the field of biology. الإجابة هتكون كلمة in. والجملة معناها قليل من الناس تتخصص في مجال علم الأحياء. specialized يتخصص بحرف الجر in. number 14 ياسمين is a role model for other young women. الإجابة هتكون role model 4 حرف الجر 4. والجملة معناها ياسمين بتعتبر مثل أو قدوة أعلى للنساء الشابات الأخريات. number 15 مانشستر سيتي lost at ليفربول 4-1. الإجابة هتكون كلمة حرف الجر 2 أنا آسف. والجملة معناها إن فريق مانشستر سيتي خسر أمام ليفربول 4-1. number 16 little he overcame every obstacle and was able to walk again.
الإجابة هتكون by little by little، معناها تدريجيا أو شيئا فشيئا تغلب على كل عقبة وأصبح قادر على أنه يمشي مرة أخرى. Number 17 Oliver Twist is a great novel by Charles Dickens. الإجابة a great novel by Charles Dickens، يعني كتبت بواسطة تشارلز ديكنز اللي هي رواية أوليفر تويست. Number 18 Girls are not less interested in sport than boys. الإجابة هتكون كلمة in، لأن كلمة interested بتحرف جر in، وجملة معناها البنات أقل اهتماما بالرياضة من الأولاد. Number 19 When both parents died the children were looked at by their aunt. الإجابة looked after، look after فعل معناها يعتني به، وهي هنا جاية مبني للمجهول، والجملة معناها عندما كلا الوالدين يموتا فالأطفال يعتنى بهم بواسطة خالتهم. طبعا الكلام في الماضي بيحكي عن حاجة حصلت في الماضي. Number 20 After the accident وقت he had to stay in a bed. الإجابة هتكون كلمة in، stay in bed هي بتاخد حرف الجر in، وجملة معناها بعد الحادثة هو اضطر ان هو ينكث بالسرير او يبقى في السرير. Number 21 What do you think is the reason not the great success reason for، وبيجي بعدها noun، والجملة معناها ماذا في رأيك سبب نجاحه العظيم. Number 22 إسراء is so kind to children تاخد حرف الجر to، والجملة معناها ان إسراء طيبة جدا مع الأطفال. Number 23 What's your general impression about the man you met yesterday؟ اللي جابتكم كلمة of، impression of، وقلنا معناها ما انطباعك العام عن الرجل اللي انت قابلته امبارح. Number 24 It's always hard to speculate about the future. اللي جابها كلمة about، speculate about، وده فعل معناه يتكهن بشأن، يعني يكون عنده تنبؤات لحاجة هتحصل في المستقبل يعني، والجملة معناها من الصعب دائما أن تتكهن بشأن المستقبل. Number 25 نقط other words، طبعا على طول in other words معناها وبمعنى آخر أو وبكلمات أخرى. There is a relation between eating habits and good health، يعني يوجد علاقة ما بين عادات الأكل والصحة الجيدة. Number 26 At the end of the course you will be qualified not practice law. الإجابة هتكون حرف الجر to، والجملة معناها في نهاية الدورة ستكون مؤهلا لكي تمارس القانون أو المحاماة. Number 27 After qualifying not medicine he worked at a local hospital. qualified هنا معناها qualified لكي، اللي هي مثال رقم 26، لكن هنا qualifying in عشان جاي بعدها المجال او تخصص اللي هو الطب، يبقى هنا بعد التأهل في مجال الطب عمل ك local hospital، عمل في مستشفى محلي. number 28 I named my son not his grandfather on his mother's side. الإجابة هتكون كلمة after، name after معناها يسمي على اسم، والجملة معناها أنا سميت ابني على اسم جده لأمه. Number 29 I have always looked at Sammy for his courage and determination. والإجابة هتكون كلمة up to، والجملة معناها طبعا look up to معناها يحترم، والجملة معناها أنا دايما بحترم سامي لأجل شجاعته وإصراره وعزمته. طبعا عكسها look down to دي معناها يحتقر او يزدري، look forward to دي معناها يتطلع الى، وبيجي بعدها noun او verb ing بالمناسبة. Number 30 the number of coronavirus death varies considerably country. الجملة طبعا تكون by country يعني وفقا لكل دولة، والجملة معناها ان عدد وفيات coronavirus تختلف على حسب الايه، على حسب الدوله بشكل ملحوظ. Number 31 they rewarded the man for his honesty the antonym of rewarded is not. بيقول لي المضاد يكافئ او يمنح، هتبقى punished اللي معناها يعاقب،
ودسمست معناها يصرف او يطرد من العمل، وانفايت معناها يحسد، وجريتد معناها يحيي يعني يلقي التحية. Number 32 علي went through many obstacles last year. The synonym of obstacles here is not. الإجابة هتكون كلمة hindrances. ده نفس معنى كلمة obstacles اللي معناها عقبات. وadvances تقدمات مش هتنفع. Appearances جمع كلمة appearance اللي معناها ظهور. وsuccesses معناها نجاحات. Number 33 I think he will soon overcome his fear of flying. The synonym of overcome is مرادف كلمة overcome اللي معناها تغلب على، هو كلمة conquer اللي معناها يهزم. regret معناها يندم، وجن يكتسب شيء معناه refund معناها يمول. Number 34 The majority of students in the class passed the exam. Majority is antonymous with كلمة minority. طبعا هو عايز عكسها، majority يعني أغلبية وminority معناها أقلية. popularity معناها شيوع وانتشار وشهرة. hindrance لسه قايلين معناها عقبة، وكلمة ناس معناها أعداد كبيرة. عندي في صفحة بقى 96 exercise on language note number 1 بيقول لي مانشستر سيتي نقط ليفربول last match. الإجابة هتكون كلمة lost تنفع؟ لا ما تنفعش. هتكون defeated، هتكون beat، الاثنين دول معناهم يهزم، يعني الإجابة هتكون بي ان سي. لكن مانشستر لكن lost، لو انا قلت مانشستر سيتي lost محتاجة حرف الجر تو معاها، فتبقى مانشستر سيتي خسر امام ليفربول، بس انا ما عنديش حرف الجر تو فوق فمش هينفع اختارها. لكن في المعنى بقى ده وده معناه يهزم. طبعا الفعل ده هنا ماضي لان التصريف بتاعه بيت بت، التصريف الثالث بيتن بالان في الاخر يعني. نمبر 2 مانشستر سيتي نقط 2 ليفربول لاست ماتش، هنا بقى في حرف الجر 2 اهي، يبقى هاخد ايه؟ تمام هاخد لوست. نمبر 3 مانشستر سيتي نقط اجينست ليفربول ان ذا لاست ماتش، هنا بقى 1 يعني فاز، عشان عندي اجينست يبقى مانشستر سيتي فاز ضد ليفربول في المباراه الاخيره. نمبر 4 the president talked about our not conditions، الإجابة هتكون كلمة economic اللي هي صفة معناها اقتصادي، لكن economic صفة معناها موفر ومقتصد يعني مش مبذر يعني، وأنا طبعا مش محتاج الظرف أنا محتاج صفة، عشان كلمة conditions اسم معناها ظروف أو أحوال، و economic conditions يعني ظروف اقتصادية، والجملة معناها إن الرئيس تحدث عن ظروفنا الاقتصادية، ما تنفعش A and B. Number 5 This kind of cars is not it doesn't cost a lot of money to run. الإجابة هتكون كلمة economical اللي معناها موفرة، قولي معناها هذا النوع من السيارات موفر لا يستهلك كثيرا من المال لكي تدور أو تشتغل، يعني ما تستهلكش بنزين كتير وحاجات كتير يعني. Number 6 I prefer to buy a new car not repair mine. الإجابة هتكون كلمة rather than اللي معناها بدلا من، لكن كلمة other than دي معناها فيما عدا أو باستثناء، بتساوي كلمة apart from، والجملة معناها أفضل أن أشتري سيارة جديدة بدلا من أصلح القديمة بتاعتي. وفي المناسبة كلمة rather than بيجي بعدها مصدر بدون تو. Number 7 Are you studying any science subjects not chemistry؟ هنا بقى هنختار كلمة other than اللي معناها ما عدا أو باستثناء، والجملة معناها هل تدرس أي مواد دراسية علمية ما عدا الكيمياء أو بخلاف الكيمياء يعني. Number 8 This factory produces a not kind of fabric that is light and durable. تنفع كلمة special وتنفع كلمة particular. special معناها خاص أو مميز، وبارتيكولر يعني محدد او معين، والجمله معناها هذا المصنع بينتج نوع من القماش استثنائي او خاص او نوع معين من القماش خفيف وديورابل يعني بيستحمل يعني. كلمه برايفت معناها خاص مش هتنفع، بس يعني خاص بمعنى حاجه ملكيه شخص معين يعني، فمش ما تقيسش العربي على الانجليزي مش هتنفع. فالاجابه بتاعتنا هتكون A and B.
number 9, there was nothing not about the meal, it was average. اللي دي هتكون كلمة special اللي هو معناها مميز. والجملة معناها لا يوجد شيء يعني مميز في الوجبة، كانت عادية. private قلنا معناها خاص يعني خصوص فرد واحد. privately ده الادفرب منها او الظرف منها. وspecially معناها وجبة خاصة. كلمة private كمان ممكن تيجي ناول معناها جندي بالمناسبة. number 10, I need to speak a lot to you both, so let's find somewhere quiet. الإجابة هتكون كلمة private. و in private دي معناها عالم انفراد. والجملة معناها أنا محتاج أتكلم معاك على انفراد، لذلك let's find، هيا نجد شخص، هيا نجد مكانا ما هادئا، يلا نروح مكان هادي. سبيشال قلنا معناها خاص او مميز، زي اسم القناه بتاعتنا سبيشال يوتيوب، قناه الشباب المتميز. برايفتلي الادفرب معناها سرا او في السر. وسبيشال معناها وبخاصه، بتساوي كلمه بارتيكولارلي بالمناسبه. كلمه سبيشال بتساوي كلمه اسمها بارتيكولارلي، برضو معناها وبخاصه او خاصه. بتساوي برضو ان بارتيكولار، ان بارتيكولار. نمبر 11 واخر مساله معانا في الفيديو، I usually go for a walk not when the weather is nice. الاجابه هتكون كلمه especially. والجمله معناها انا عاده اذهب للتمشيه وبخاصه عندما يكون الجو جميل. طبعا ممكن لو كانت موجوده يعني كلمه particularly كانت تنفع. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بضغط زر اللايك. اتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولو في حد عنده اي اسئله بخلاف الحاجه اللي انا بزعها عندي على القناه، ممكن يتواصل معايا على رقم الواتس وانا هرد عليه، بس ده مخصص للناس المشتركين معايا فقط. في رعايه الله.